انا شاربت شاي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا انا جينا الى هنا لاكلنا مشروع عربي. اولا الفلافل احببنا الفلافل كلها كلها وحمص كان لذيذ، ولكن في الصدق هذا شيء الباذنجان ما احببنا، وفول ما احببنا ايضا، يوجد في تركيا ولكن ما اسمه الان عاد. وساقول شيء، في هذه المائده لازم طماطم وبصل اكثر من هذا وشاجر. أنا أتيت إلى هنا كي أتعلم لغة العربية. واليوم نحن زرنا هنا المجلس النواب ونمضي أوقات جميلة واستمعنا نائبا عن خصوص المرأة، عن خصوص المرأة هكذا يعني. أتينا وسمى سنة إن شاء الله. أنا الآن أتعلم في مركز التواصل هكذا.